أهلا بكم مشاهدينا، همزة وصل جديدة بيننا وبينكم، نافذة نفتحها يوميا على شاشة النيل الأخبار للتفاعل والحوار حول أحد الموضوعات التي تشغلنا جميعا وتشغل الشارع المصري. نتعرف على حلقة اليوم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الشباب ومصر كلاهما في حاجة إلى الآخر في هذه المرحلة التي نمر بها، ليس فقط في التنمية والتطوير ولكن أيضا في إنقاذ الوضع الحالي. ماذا عن الشباب؟ ماذا يريد الشباب؟ وكيف يمكن تمكين الشباب في هذه المرحلة؟ هو مفجر ثورة يناير والتي لم تتحقق حتى الآن مطالبهم فيها، وهي العيش كرامة عدالة اجتماعية، فحملها معه إلى 30 من يونيو ولا يزال يطالب بها حتى الرئيس القادم. هذا هو سؤال حلقة اليوم، ماذا يريد الشباب؟ وهل تتوقع دورا مؤثرا للشباب في المشهد السياسي في المرحلة المقبلة؟ متواصلون معكم في همزة وصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سكايب وتويتر وأيضا على فيسبوك وأيضا عبر الهاتف، ممكن الهاتف المحمول 1451 أو الأرضي 09545 وعبر الاس ام اس الرسائل النصيه القصيره 1410. في انتظار الاتصالات وايضا في انتظار المشاركات حول موضوع حلقه اليوم، الشباب الان والشباب في المرحله القادمه، نشاهد هذا التقرير الذي يلقي بعض الضوء على ابعاد هذا الموضوع ونعود بعده للحوار. فصل من أهم الفصول الثورية يكمن في تطلعات الشباب نحو حاضر أفضل ومستقبل أكثر إشراقا. بدا ذلك واضحا منذ اللحظة الأولى حينما تصدر الشباب المشهد الثوري في 25 يناير وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بالتغيير، ثم لاحقت بهم فئات الشعب وطوائفه. وفي تلك اللحظات الفارقة من عمر الوطن، في أعقاب قبول الرئيس عدلي منصور استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، يتعاظم دور الشباب في الوقوف بجانب الحكومة المقبلة في محاولة لإصلاح ما اعترفت به حكومة الببلاوي أنه كان إرثا ثقيلا من حكومات سابقة يتمثل في التردي الاقتصادي والتهميش الاجتماعي للعديد من فئات المجتمع. وتحت وطأة استقالة حكومة الببلاوي المفاجئة، أعربت العديد من القوى والتحالفات الشبابية عن ارتياحها تجاه تلك الخطوة، وأكد المتحدث الرسمي لحركة التمرد أن هذه رسالة للحكومات القادمة مفادها ضرورة تحقيق مطالب الشعب المصري. وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، تشهد الأروقة السياسية داخل الحركات الشبابية الثورية نشاطا مكثفا وإعادة ترتيب الصفوف تمهيدا للدخول في هذه الانتخابات، متعهدين بعدم تكرار مأساة عودة بقايا النظامين السابقين. إذن نحن أمام جيل كامل من الشباب ينتظر من الحكومة الجديدة أن تمنحه الفرصة الجادة لخوض معركة التغيير والمساهمة في تشكيل صورة جديدة للواقع الذي طالما تمنوه وحلموا به. إذن نتحدث عن الشباب ودور الشباب بين الحلم والحقيقة، ماذا يريد الشباب وكيف سيكون دوره في المرحلة القادمة، وهل تتوقع يكون دور مؤثر بالفعل في المشهد السياسي في المرحلة المقبلة؟ هذا هو السؤال، ونحن في انتظار المشاركات التي بدأت بالفعل في الوصول إلى صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر. نتعرف على ما تم الوصول إليه حتى الآن من أسماء. حسن، أسماء، ماذا لديك من آراء ومشاركات حتى اللحظة؟ تعليقات ومشاركات كثيرة حملت
اختلافا في الرأي، ونبدأ مع فرج حمودة من إثيوبيا، يقول في طي رسالته: هناك فرق بين أن يكون لهم دور وأن يتولوا القيادة بدون خبرة لمجرد أنهم شباب وقاموا بثورات. لا شك أنهم لديهم أفكار رائعة، لكن الدفع بهم للمقدمة يجب ألا يكون بلا تخطيط، ويكون للنابهين منهم والمتميزين فقط. لكني كوني شاركت في ثورة أو اثنتين لا يعني إني يجب أن أقود البلاد المليئة بأساطير العلم في كل مجال. ثم إن مصر في هذه الفترة لا تحتاج لتجارب الشباب وتعليمهم وتدريبهم، وعندما نخرج من هذه الحرب، أكرر مرة أخرى الحرب، فأهلا بتطعيم الأجهزة التنفيذية والتشريعية بهم. أيضا تشاركنا بالرأي محاسن بيومي: يجب أن يستيقظ الشباب المصري ويستخدم الذكاء الحس الوطني ويخلق لنفسه دورا لا يعتمد على ثقافة عمال على بطال، بل يعتمد على ثقافة العمل والعطاء وضرورة البناء. فبدون التكاتف لأجل مصر وإنكار الذات لن يكون هناك أي تقدم مستقبلي. فالشباب هم الأمل الحقيقي، ولكن ليس بالصورة السلبية الحالية. أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم أيمن العريشي، يقول: أتوقع أن يلعب الشباب دورا كبيرا في المرحلة السياسية القادمة بشرط الخبرة والوطنية وتحمل المسؤولية. لذلك يجب أن يكون حاليا مزيجا بين الخبرة والشباب، لأن الشباب هم المستقبل. مع تحياتي لبرنامج همزة وصلة، شكرا جزيلا لك. أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم ناصر حجازي: شباب مصر هو مفجر ثورتي يناير ويونيو، والتي انضمت إليه أغلبية القوى السياسية والحزبية، مما أكسب الثورتين البعد الشعبي، ولقد تحلى بسلوك إيجابي حضاري. لذا يجب إطلاق طاقاته ودفعه إلى الاهتمام بالمشاركة في الحياة العامة والسياسية بشكل خاص. ونحتاج لصياغة مستقبل واعد لمصر اعتمادا على المنهج العلمي وتحديد المسارات بوضوح، والعمل على تفعيل المشاركة الشبابية. فنهوض مصر مرهون بالاهتمام بالشباب وإعطائهم الفرصة للبناء بالشكل الصحيح والتجاوب بين الخبرة من أجل مصلحة مصر العليا. ويتمتع شباب مصر بوعي سياسي يجب ترجمته مشاركة إيجابية فعالة، لأنه جزء من المجتمع الذي عانى من السلبية السياسية وعزوف الكثير عن التصويت لفقدانه قيمة مشاركته. ويجب وضع سياسة قومية متكاملة للشباب لتحقيق عدالة اجتماعية وضمان المرتكزات الاقتصادية الجيدة من خلال مشروع قومي لإقامة أنشطة ذات قيمة. وكل الشكر لقناة النيل ولهمزة وصل. كان هذا الجزء الأول من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال، وقبل أن نتحول مرة أخرى إلى مي للتعقيب والتحليل مع بعض المتخصصين، أنوه أن كل التعليقات التي وردت إلينا لا تعبر عن كل آراء المصريين، وإنما هي عينة عشوائية لبعض المتابعين للبرنامج. إليك مي. شكرا لك يا أسماء حتى اللحظة، وسنعود العودة إليك على مدار الحلقة. إذا نتحدث عن الشباب وطموحات الشباب بين الحلم والحقيقة، والخروج من الشعارات أو فقط المطالبات بوجود دور للشباب لأرض الواقع، مجموعة شبابية أطلقت مشروع مسمى بقادة المستقبل، يقومون بأنهم بيجوبوا محافظات الجمهورية لخلق كوادر قادرة على التواصل مع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين. للتقارب أكثر من هذا الموضوع، للقرب أكثر والتعرف أكثر على هذا المشروع وعلى ألياته وماذا حقق حتى اللحظة، معي عبر الهاتف الأستاذ عصام الشريف، وهو عضو اللجنة المركزية للمشروع، مشروع قادة المستقبل، وأيضا هو منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمية. ومعنا أيضا أستاذ عبد الغني هندي، وهو عضو اللجنة المركزية للمشروع، مشروع قادة المستقبل. أبدأ معك أستاذ عصام، وهو من الجبهة الحرة للتغيير وأيضا هو عضو اللجنة المركزية للمشروع، يعني بعد الترحيب بك، يعني تطلعنا أكثر على هذا المشروع، على طبيعته وعلى أهدافه، قبل أن نتحدث عن ألياته وما حققه حتى اللحظة. أهلا بك يا فندم. للحقيقة احنا قبل 25 يناير كان هناك لقاء مع مجموعة وزارية، تطرقنا إلى فكرة هناك مرحلة زعزعة للثقة بين الشباب وبين مؤسسات الدولة. لأن هناك في السابق كنا أطلقنا حملة الحملة الوطنية التعريف بالدستور في كل لقاء
لقاءات مباشره مع الشباب وبدانا نستمع الى وجهات نظرهم، وراينا ان هناك الاحباط بدا يسود جيل الشباب رغم انهم قاموا بثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو، والان من يحتاج للجانب الخدمي يلجا الى فلول النظام السابق او النظام الازمه. فتحدثنا الى المجموعه الوزاريه فرحبوا بفكره يعني جهزوا مشروع احنا نتكلم فيه، فبالفعل احنا جهزنا مشروع وعرضناه على المستشاره سكينه فؤاد، احنا بنقدم لها كل التحيه الصراحه على المجهود الرائع اللي هي ساعدتنا فيه. طب استاذ عصام، يعني عذرا المقاطعه، من انتم؟ اي شباب؟ احنا سبع شباب كلنا في حركات سياسيه مختلفه واحزاب سياسيه مختلفه، بس اتفقنا ان احنا هنخلق علاقاتنا الحزبيه والحركيه والمشروع يكون مستقل، لا نكون تبع فصيل سياسي ولا حزب سياسي ولا حركه سياسيه ولا مرشح رئاسي، احنا يكون ولائنا الاول والاخير للوطن والمواطنين. موجود زميلنا الاستاذ محمود عفيف وهو من تيار الشراكه الوطنيه، زميلنا كريم كناني من حزب مصر الديمقراطي، زميلنا حسام حسن من حزب مصر الديمقراطي، زميلنا عمر الجندي من حزب المصير الاحرار، زميلنا بلال حبشي من حزب المصير الاحرار، وهناك الكثير من الشباب. ويعني احنا رجعنا من الصعيد في قمة الانتصار في الصعيد، عندما نبني تنظيم ممثل لكل قريه في محافظات الصعيد وممثل لكل حزب وممثل لكل نجا ونبني هيكل تنظيمي على كل محافظات الصعيد، فهذا انجاز يحسب لهذه المجموعه التي افتخر واكون احد هذه المجموعه. سنتعرف بشكل اكبر على المشروع وكيفيه عمله على ارض الواقع، ولكن بعد هذه الوقفه القصيره ابقى معي استاذ عصام الشريف. أهلا بكم من جديد. إذن كنا نتحدث عن مشروع قادة المستقبل، وهي مجموعة شبابية قامت بأنها تقوم محافظات الجمهورية لإعداد كوادر للشراكة بين المواطنين وبين هذه الكوادر وبين مؤسسات الدولة. ومعي على الهاتف مرة أخرى الأستاذ عصام الشريف. يا أستاذ عصام، كنا نتحدث عن يعني عرفنا ما هو المشروع ومن أنتم في المشروع، أنه غير مسيس ولا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا يدعم حتى شخص بعينه، ولكن ولاؤه بالأساس إلى مصر والمواطنين. آليات يعني هذا المشروع، يعني تبدو فكرة جيدة وفكرة جديدة، ولكن ماذا تفعلون على أرض الواقع وماذا تحقق حتى الآن؟ هناك شعار رئيسي رفعناه للمشروع وهو تواصل شارك ابني. المرحله الاولى لنا هي مرحله التواصل، الان التواصل مع كل الشباب في المحافظات لتنظيم الشبكه الاجتماعيه التي اتفقنا عليها، وايضا لسماع وتدوين مشكلات الشباب في القرى وفي المحافظات، المشكلات التي تهم المواطنين، لان هناك بطاقه تعرف يعني تم طبعها وبيتم تدوينها من كل الاعضاء اللي بنقابلهم، بيكتبوا المشاكل اللي موجوده عندهم وبيكتبوا الداتا الشخصيه اللي تخصهم عشان يبقى في تواصل بعد كده، عشان نعمل شبكه مسؤول عن المركز ومسؤول عن القريه ومسؤول عن العزبه ومسؤول عن النجع ومسؤول عن المحافظه، عشان يبقى في شبكه عنقوديه موجوده بترصد كل المشاكل اللي تهم المواطنين وتكون حلقه وصل ما بين مؤسسات الدوله وما بين الجماهير. المرحله الثانيه هنجمع المشاكل دي كلها، وفي خبراء معانا، خبراء في الاقتصاد وخبراء في التعليم وخبراء في الصحه وخبراء في السياحه، لايضا طرح حلول لهذه المشاريع، وسيتم عرض بهذا المجهود كله الى مؤسسه الرئاسه بالمشاكل والحلول وايضا لوجهات نظر كل الشباب، لاننا نريد ان يكون هذا المشروع مشروع قومي فاعل لنحول طاقه الشباب من طاقه الهدم الذي رايناها في الثلاث اعوام الماضيه الى طاقه بناء جديده، ان نبني جميعا مصر العصريه الوطنيه الحديثه. نعم استاذ عصام شريف من الجبهه الحره للتغيير ومنسق او عضو اللجنه المركزيه لمشروع قادة المستقبل، شكرا جزيلا لك. وانتقل للاستاذ عبد الغني هندي وهو ايضا في اللجنه المركزيه لمشروع قادة المستقبل. يعني استاذ عبد الغني، يعني استكمالا لما تفضل به أستاذ عصام، أستاذ عبد الغني هندي، أستاذ عبد الغني هندي، هل تسمعني عبر الهاتف أستاذ عبد الغني؟ أيوة أسمع حضرتك. كنت أتحدث إليك بعد ما تعرفنا من أستاذ عصام عن هذا المشروع، عن تكوينه وعن آلياته. أستاذ عبد الغني، ماذا عن ما حققته على الأرض؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدأنا من محافظة أسوان، النهاردة احنا في دمياط. أستاذ عبد الغني استسمحك ان انت بس توطي صوت التلفزيون. تمام، بعد اذن حضرتك. او تغلقه. بعد اذنك مع الوزير. انا حضرتك بكلم حضرتك وانا في محافظة دمياط، دي المحافظة رقم 14. احنا بدأنا من محافظة أسوان، كل يوم احنا موجودين في احد المحافظات. المرحلة الاولى اللي هي مرحلة ان نكون الشبكة التي تقوم بالتواصل بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الدولة التي هي ملك للدولة وليست ملك أفراد أي مكان، هؤلاء الأفراد
ويمكن استاذ عصام اكد ان احنا من الممكن اننا كمجموعه ننتمي، ومن الممكن اننا نجد تيارات مختلفه داخل كل محافظه، ولكن مشروعنا يهدف الى خلق هذه الكيانات في كيان واحد يستطيع ان يقدم خدمه للمواطن، حتى لا يدخل جماعات الظلام عبر تنظيمهم الموجود بدعوى انهم